السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي مين شافني أنا مع السيد حسن نصر الله؟ نحن نمارس الجاهلية بحياتنا من تنادي. بالعكس إذا بدك تقارن بهذا نطلع نحن خطير جدا عندما أنا أتنكر من طائفتنا. نحن من هام نيباراوي مش طالعين. وكثير من العلماء انتفضوا في ناس نحن عم نهمها. يعني إحنا ما كان عندنا مشكلة مع الصبايا والشباب. كان في عندنا مشكلة يمكن مع أهله. أن علماء الدين تملك. أنا مش مسترجي لأنه خايف يصير فيي اللي صار بخايف. أليسي للسنة للشيعة للدروز. الحمد لله مش عم نشبه. لا نخسر لا نخسرهاش إلا مثل كربلاء. هل تعتقد بأن الجمال هم أفضل؟ ألا يجعل هناك أزمة في التعاطي بين المرأة والرجل؟ وصلت رسالة بينقص من الوعد الديني. مش تفاهم. ما فيش في ليبيا ما فيش تفاهم. قدافي يكره شعبه. أمشي من الشمس استرياضي. المشكلة عندنا نحن أننا لم نطور لحد الآن لا خطابا. خطابين، خطاب خاص وخطاب عام. هذا شطة بك الفكر وذهبت بعيدا. بالمعتقد هي الموسي آخر موسي بس بدي بل أنتظر. يعني هني ما عم يفهموا عليكم سلاح الشيء. أساساً يجب على الرجل أن يمكن نفسه لها. بصراحة مطلقة لم نشهد. بدنا نحن ننتج من أولادنا يا أستاذ علي. يعني ممكن يكون في بعض من الرجال بعد عندهم هاي العقلية الرجعية أو متخلفة. أنتم ما تعرفوش القدافي. ولكن أنتم المسؤولين يا أستاذ. من أعطاه هذا الحق أساساً؟ لازم ننسى نحن مين كنا. التهديد من تحت البيت. هون الرجل لازم ينفتح عن المجتمع لحواليه. شر البلاد مكان لا صديق به. يعني كان السفر قبل بتكتف بهالطريقة هاي وبتقول تفضل تعال. الكلام قلته ببورسعيد. ما أنا من الذين يصرون أننا نحن برازيليون. صح. عن أي قوة عربية ونفوذ عربي تتحدثون إذا ما استطعتوا تحطوا صورة مرم حجر؟ يا ليالي السعد حوفين يرجوع الوطن لو كان بالتابوت. كيف يمكن أن أغامر بهذه الجالية وأضعها في فن التنمية؟ ما بعرف مين أصده. عينات مختلفة وطوائف متعددة وأكون في ذلك عاملا إيجابيا جامعا. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء الحدود الذي نعرضه مساء كل ثلاثاء الساعة 9 مساء على الهواء مباشرة. نرحب بداية بكل المشاهدين الذين انضموا إلينا الآن ونعدهم إن شاء الله بحلقة مميزة. أعرف أن الكلام في زمن الأزمات هو من سيم الرجال، وأعرف أن من سيتحدث إلينا الليلة رجل حمل قضية أمته وآمن بعدالتها فصنف على ألسنة من حوله بالوطني العقائدي. ميخائيل مسكين سياسي فخري ولكنه إنسان مع صدق الإصرار والترصد. تراه جالسا حيثما ترى قضية وطن أو معاناة شعب أو ذكرى مقاومة وتحرير. لم يقلها هو ولكن قالها لأحدهم حينما يخير بين البرستيج والبروتوكول والمصالح الشخصية وبين الحضور في القضايا الوطنية والتحررية، فإن خياره يقع على خيار الضمير والمسؤولية. ميخائيل مسكين ضيفي لهذه الليلة في لقاء الحدود على الهواء مباشرة. مساء الخير أستاذ مخير. مساء الخير. أهلا وسهلا وشكرا كثير. أنا ممنون كثير لدعوتي لشارك معكم بهذه الليلة. يا أهلا وسهلا حضرتك أستاذ ميخائيل. بداية لحتى نعرف المشاهدين، القنصل الفخري لدولة سوريا في ألتو بارانا سيدات بلستي وضواحيها. أول شيء السؤال المركزي أستاذ ميخائيل، بتحب نديلك ميخائيل مخايل؟ مثل ما بدك مخايل، مثل ما بيقولوا الشباب كلهم. بدي إحساسك المبدأ اليوم حضرتك. بتمثل شيء رسمي للدولة السورية وسوريا بلدك تعيش في مرحلة صعبة، شو إحساسك الآن كإنسان قبل ما تكون ممثل رسمي؟ طبعا كإنسان بيصعب علينا أحداث مثل هاي إنه تحدث بأي كم بأي منطقة من العالم. لأن كلهم بشر عم يتعذبوا وعم يذوقوا الأمرين. وخصوصا عنا بمناطقنا بالشرق الأوسط بيقولوا عطونا حرية. من أين تعطونا الحرية؟ طلع معنا الاستعمار الإنجليزي والفرنسي وبعضهم عم يعذبونا، لذلك شعبنا عم يتعذب. ونحن كأشخاص وكعرب خصوصا وقت اللي بيصير أي
اعتداء بأي منطقة وبتروح ضحايا نتأسف عليها ونتأثر كتير. بقى كيف الواحد بمناطقه بأهله بجيرانه بوطنه طبعا بيحس انه فعلا عايشين كلنا بلحظات صعبة كتير، وعم نتمنى عنا كل الأمان وكل التأكيد انه راح تنتهي ان شاء الله عن قريب. حضرتك عندك أقارب بسوريا بالتأكيد؟ عندي أخوتي وأخواتي. تتواصل معهم بشكل دائما على بالاتصال بالتلفون بمدينة محردي. نعم. ومثل ما قالوا طلعت على محطات التلفزيون وحتى بالصحف قريناها أنه صار قرب مدينة محردي، وطبعا الصحف والإذاعات اللي عم نسمعها هون زادت الأعداد كتير. نعم. سمعنا أحد الأمهات 25-30 ويمكن أكتر، بينما هو المزبوط من أخبار اللي جتنا من البلد لا يتجاوز 7 عدد القتلى. حوادث. نعم. عم بتصير. نعم. يعني اليوم سوريا كلها عم تغلي. شو الأجواء اللي بتوصلك حضرتك من الأهل؟ يعني قبل ما يكون في سلك دبلوماسي معين بيخبركم أي شيء، الأهل شو بيخبروك يعني حضرتك؟ والله الأهل بالمنطقة عنا بيقول لا تكلم، نحن مرتاحين، ما في شيء، مخربين وعم يعملوا وما نعرفين شو مستنظرون، عايشين ومرتاحين ومقفين البلد، بس كلهم عندهم اطمئنان انه ان شاء الله عن قريب بتنتهي. كل دسائس عم تدخل من برا، ومثل ما بتقول مثلا بتشوف او هون عم بسمع بتروح بالشام ما في شيء. طيب استاذ مخيل، حضرتك يعني من خلال استنتاجنا للجواب الاول، انت بتتهم انه ما يحصل في سوريا هو مؤامرة، ما في يعني اذا بدك بعض القضايا الشعبية اللي ممكن كمان لها دخل في هذا الموضوع؟ طبعا القضايا الشعبية والإصلاحات اللي عم يطلبوها الشعب هناك ما في شك عم يحلولهم بنود كتير منها. نعم. يا أخي بس ما في 24 ساعة دولة يتغير الدولة فوقانة تحتينة. يعني أنت بتقول إنه في مؤامرة محددة تستهدف سوريا؟ مؤامرة من برا أكيد 100%. شو الأسباب؟ يعني إذا بدنا نقول في معارضين كل هالسنين، ليش ما قاموا المعارضين؟ ليش هلق؟ لأنه كل الشرق الأوسط صار بشعلة نار هناك، يعني بدهم مصالحهم نوقع لهم عليها ونحن ما عم نقبل معهم، لذلك عم يعملوا فينا اللي عم بيصير. أنا متأكد أكيد عم يطلبوا منا مطالب. شو المطالب؟ أكيد الدولة ما عم تقبل معهم، لأن عزبونا كتير، ما عطوني قيمتنا ولا احترامنا ولا شرفنا ولا كل بنود، لذلك ما بنقبل معهم، ما رح نركع لهم. بهذا نفس الحديث قال السيد الرئيس الدكتور بشار سنة الماضي، كنا 60 قنصل عنده. نعم. عم بيحاولوا انه بدهن منا اللي مو معقول، ونحن ما بنلبي لهم ما معقول. هيدا الكلام اذا قبل الاحداث الحالية يعني، وكأنه عرفان شو عم بيصير. نعم. نحن ودالنا دعوة، كنا 60 قنصل فخري من كل أنحاء العالم. نعم. كان استقبال أحسن ما يكون، ساعة ونص استقبلنا الدكتور بشار. نعم. ويعني حطنا بالصورة اللي عم نشوفه اليوم كأنه هو اللي شرحنا شو بده يصير، كيف عم يضغطوا علينا، كيف عم يحاصرونا. المحاصرة على سوريا يعني ما عم تحصل، يعني أكتر من أنه بده قطع تبديل لطيرانا ما عم تلاقي، يعني مثل ما بيقولوا المقاطعة أو الحصار اللي عم بيعملوه لسوريا غريب الشكل. ومع كل ذلك نحن ما نركع. شو الأسباب؟ ليه عم يعملوا هيك بسوريا؟ في له مطالب مثل الشرق الأوسط وتقسيم الشرق الأوسط وأموال الشرق الأوسط اللي منعرفه هو البترول. قليل عم يعملوا بإخواننا في العراق؟ أنت بتشوف أنه المثل السوري إذا لا سمح الله تداعت الأوضاع في سوريا قد يصبح عراق جديد؟ ما بعتقد، لان الشعب السوري واعي. صحيح عم نشوفه وعم يكبروه اكثر بكثير، بس الشعب واعي، وهالكام واحد المخربين اللي عم يعملوه ما راح يحسنوا يحققوا اللي عم يطلبوه. ما بعتقد بسوريا، لان مو بس الشعب السوري، بعتقد الجيران عندنا كلهم هنيك بيعرفوا انه سوريا يعني مثل عمود الفقري للمنطقه، واذا سوريا بدها تركع بدنا نركع كلنا. وما بعرف إذا بتشوف أنت بهاليومين ثلاثة آخر السياسات تبع المنطقة عنا هوني، جيراننا العرب اللي كانوا ضدنا وتوجهوا وصاروا يسمعوا كلام كتير يعني غير بموقعه، اليوم مغيرين اتجاههم، حتى حديثهم صار غير. ولكن في ضغط، في ضغط من دول الخليج وبالتحديد من السعودية اللي هي حاملة ملف الضغط على سوريا، وأنت بتعرف اليوم الدور القطري في هذا الموضوع، دور قناة الجزيرة،
وكأني بالموضوع العربي الآن يلتحق بالمشروع الآخر بموضوع الضغط على سوريا. سوريا كانت أعلنت أنه بيان الجامعة العربية ليس له أي أهمية وأنها تعتبره بأنه لم يكن، تعتبر أنه هيدي الحملة العربية جاي جزء من تحالف غربي عربي ضد سوريا. ما في شك، لأن الدول اللي عم تدعمهم كلهم ما هن نقول عملاء أو شركاء مع أمريكا. يعني السعودية وقت عم تطالب هي ديمقراطية وما ديمقراطية، في عندهم ديمقراطية بالسعودية؟ أنا كنت هذا بدي أسألك، البحرين تسحب سفيرة من سوريا والبحرين تقوم بقمع شعبها وقتل شعبها، السعودية يعني تمنع حتى المرأة من قيادة السيارة وتحجر على باقي الطوائف والأعراق المختلفة، كيف تتقبل هيدا الأمر؟ يعني كيف أنت ممكن تحلل هيدا الأمر؟ كيف دول قمعية بتحاول أنها تنتقد بعض الممارسات في سوريا؟ ما إلى وجهة نظر أبدا، لكن مو عيب أو مو حرام السعودية تحتل البحرين، يدخل جيش، كلهم عم يطلبوا ممنوع اليوم على نطاق عالمي والدول الكبرى اللي عم تحمي هالعالم. طيب كيف جيش السعودية ودبابات وهالدخل على بلد تاني يستحلها؟ وكيف سوريا اللي عم تدافع عن أرضها من المرتزقة اللي فاتوا اللي يعملوا مشاكل عندها ما بتحسن تحرك عندها سلاح وجيش بقلب سوريا؟ أستاذ ميخائيل، ما بتحس أنه في مسؤولية على الحكومة السورية أو على النظام السوري بأنه سمح لمثل هؤلاء المرتزقة كما تقول بأنهم يدخلوا يعبثوا بالأمن السوري؟ يعني أين كانت هذه المؤسسات الأمنية؟ أين كانت الحكومة السورية؟ كيف دخلوا بسهولة؟ المؤسسات الأمنية طبعا سوريا كان فيها أمان كتير. نعم، شو اللي حصل يعني؟ هيدا المستغرب. بتلاحظ ما بلشت كلها مناطق حدودية وعلى الحدود دائما، نحن عايشين منطقة حدود هون. نعم، كمان أحيانا يعني تل كلخ مع لبنان، أبو كمال مع العراق، تل كلخ مع لبنان أول يومين، الشهور مع تركيا. إذا بتلاحظ أول ما ابتدوا نعم جماعة تل كلخ هربوا على لبنان وعملوا مشاكل، بعدين طلبوا يرجعوا. نعم، شافوا اللي دعموهم من الطرف اللبناني من نواحي طرابلس أنه ضحكوا عليهم مو أكتر ولا أقل، جماعة تل كلخ ردوا رجعوا يعتذروا ورجعوا على بلدهم. كيف بتشوف الموقف اللبناني؟ عارف الموقف اللبناني منقسم. نعم، ما في شك أبدا، يعني نعرف نحن هون عنا بالمنطقة من كل الفئات ومن كل الأحزاب السياسية وبنسمع أخبار كتير هونيك وبيجوا أصحابنا كتير من كل الفئات، بتعرف في فئات كتير ضدنا بيحبوا الخراب لسوريا وعم نسمع الأخبار بكل وقاحة وبكل أبدا نهائيا، بس ما حد منهم عم يطلع لأبعد، لأن إذا رحنا نحن هون رايحين كمان ما رح حدا يبقى، لأن الأعداء العدو الكبير اللي حيطت عينه على الشرق الأوسط بتقسيمها واستحلالها بطريقة جديدة اقتصاديا ما رح يوفر حدا منا يعني. طيب كانت أول شيء يعني هيدي الحملات تجي من تيارات سياسية معروفة أنه عندها أهداف مسبقة ضد النظام السوري، ولكن المستغرب بأنه بهول يومين صدر تصريح عن البطريرك الماروني بشار الراعي، وكان تصريح مفاجئ جدا عندما اتهم النظام السوري بعملية إبادة جماعية أو ارتكاب مذبحة. كيف تقرأ هيدا الموقف من البطريرك الماروني اللي كان يعتبر أنه معتدل بمواقفه؟ يعني ما الذي حصل؟ هل أيضا هو بعملية ضغط غربية، وخصوصا أنه صرح هذا الموضوع من فرنسا قام بهذا التصريح؟ صار بتعرف في كتير من رجال الدين كمان عم يخرجوا عن النطاق الوطني، عم ينبعوا، يعني في كتير منهم مو أول خطرة، خصوصا أخوانا الماروني بلبنان يعني قاموا بمواقف غير وطنية. مع العلم أنه النظام السوري بفترة من الفترات حمى هيدي الفئات اللبنانية من نحن مع الأسف الشديد هاي اللي بيفسروها، بس النظام السوري دخل ليحمي لبنان كله حتى ما تتقسم وتوقع باللي صار. مع الأسف في كتير عالم خانوا، وأنا حاضر أفلام يعني تؤسف إلا من أخواننا المواطني، أنه يعني الكلام اللي كانوا يحكوه رجال دين أنا سمعانها، عيب رجل دين بهالكبر أو ضابط بهالجيش يطلع هالكلام وقت بتكون سياسي ومحلل بتجتمع وبتتناقش وبتحلله بطريقة سياسية بس مو بكلام رزيلي يعني. طيب أستاذ مخايل، حتى نوضح الصورة أكثر اليوم الناس، ونحن يعني أصرينا على مجيئك وأنا بشكرك بشكل شخصي على تلبية هذه الدعوة، الناس عم تحضر تلفزيون، والتلفزيون اليوم يعني بمجمل العام أنت بتعرف أنه مرتبط بشبكة
موحدة وهي التحريض على سوريا. الناس عم بتقول انه عم بيشوفوا مشاهد انه الناس الشعب السوري عم يتظاهر. شو بتقولهم لهؤلاء الناس؟ يعني بيشوفوا بأماكن متعددة بدرعة بحمص انه في ناس عم تنزل على الشارع. طيب هؤلاء الناس هم ايضا من المرتزقة ام في لا في حركة شعبية معينة معارضة يعني لها الحق في ان تعارض؟ يعني شو المشهد العام بسوريا اللي ممكن نحن نوضحه للناس؟ ما هو سوريا عم تقول لهم طبعا بده يحتاج بيحسن يحتاج بس يحتاج بيضمن بحدود عم يدعوهم للفئات السياسية كلها على لقاءات على اجتماعات للتحسين. هلق الحشود اللي عم نشوفه كمان احيان في كتير منها صحيح ما بدنا نكذب يعني التلفزيون السوري عم يرويها كمان نعم. لو بيطلبها منه كل شيء اللي عم يصير التلفزيون السوري عم يحضرها وفي عنا أكثر من محطة اليوم بسوريا وكلهم عم يبسوا كل شيء اللي عم يصير. بس كمان تعرف الجمهور اللي تاخده على التظاهر سهل إذا في واحد قدامهم بيعرف يحكي ويهيجهم بيمشوا كتير عليهم حتى إذا بيكون ما عنده ميول سياسي ولا حزب سياسي بيمشي مع الجماعة. نعم في ناس بيقولوا أنه في فقر بسوريا هيدا شيء صحيح؟ فقر في قلة أين دولة بالعالم ما في فقر؟ بس على كلين الفقير عنا عايش لانخراطنا كتيري والأسعار كمان كانت منخفضة. أنت بتعرف من كل من هم الشباب رفقاتنا وأخواننا اللبنانيين اللي بيروحوا على لبنان دائما بيقول لك الرخص والحياة بسوريا ينزلوا على لبنان بس يقضوا أكتر أيامه لأنه الرخص من كل النواحي. نعم. فعلا كمان ما حد بينظر أنه سوريا البلد الوحيد العربي اللي استقبل أكثر من 2 مليون لاجئ عراقي. هدور بيرفعوا الأسعار غلوا النفق غلوا الأراضي غروا المأكولات. طبعا أستاذ ارتفعت كتير الأسعار بالمدة الأخيرة بس كمان بدنا نتحملهم هدول. نعم. أكثر من 2 مليون مواطن عراقي دخلوا على سوريا وكان عندهم صلاحية تجول ويشتغلوا اللي بدهم إياه. يعني عنا بالمنطقة المحرقة أنا شايفهم سياراتهم الأمريكية نشر بضاعة مع أنه عنا ممنوع. يعني حتى الآن بعز الأزمة لم تفقد الليرة السورية قيمتها وما زال الوضع الاقتصادي والأسعار تقريبا تشابه ما قبل الأزمة ولكن أنت بتعرف أنه ثمت هناك خسائر. في عقوبات دولية فرضت على شخصيات سورية. ما بتخاف أستاذ مخايل أنه يجي الضغط على المسؤولين الآخرين السوريين مثل حضرتك ويحاولوا يضيقوا عليك تجاريا وخصوصا انك رجل اعمال قبل ان تكون والله نحن صدرنا مفتوح ومستقبل الكل ووقت لما نعرف عم يضغطوا علينا عشناها بسبتمبر 2011 انا شخصيا بتعرف ضيقت كثير وهالبهاق اللي معي بوشي من كتر ما صار علي تضييق ومستقبلهم كلهم من فرنسا من امريكا من الكل ومع الاسف الشديد انه قاعد ببيت صحفيين اليوم كانوا يكتبوا شيء وقت اللي يطبعوا أو ينشروا على أخبار كانوا يعدلوا نهائيا. لذلك نحن متوقعين ونعرف أنه بده يضغطوا علينا ويعملوا علينا حصار من كل يعني حتى حضرتك كان خايل تعرضت لهذا الموضوع للضغوط 2011 تعرضت كتير. شو الأسباب؟ الأسباب أنه انتهمنا نحن أنه اللي صار بأميركا حتى قال انه طلع مثل الحدود من هون من المثلث الحدودي. نعم. وقلنا كلنا خطرين بتعرف اجت الصحافه العالميه كلها هون كانوا يتصلوا معي كنت استقبلهم ما ولا واحد قلت له لا كلهم اهلا وسهلا واللي حسب الوقت عندي بالبيت واجتماع واذا بده غير جماعه اطلب كانوا من الباراغواي ولا من اصل عرب ليجتمعوا فيه هون ليش ياخذوا حريتهم بالاسئله. مع الاسف الشديد قليل كتير منهم اللي نقلوا مثل ما سمعوا من الكلام تبعنا. تعرضت لتهديد شيء بهيدي الفترة؟ لا تهديد لا الحمد لله احنا عايشين ببلد كمان فيها حرية وفيها استقرطية وعندهم كمان المخابرات تبعهم الباراغواي ما بحسن بالعكس حتى بالمدة هاي اللي عينتها كان في سيارات امن واقفة يعني بعرفهم قربت قلنا لهم شو يعني سألتهم اذا فيه قال لا نحن بس مشان امنا قلت لهم انا ما عندي اعداء ولا بخاف من حد لان احنا مطمئنين هون ونعرف حالنا يعني تمام يعني حتى يكون مين من كان بيعرف معلوماتنا كلها لذلك ما عندي خوف بقى بترجاكم فيكم تسحبوا من هون انا ما انا خايف من حدا لان اللي بيقولوا ما بيكون مديون ما بيخاف من حدا. نعم استاذ مخايل حضرتك اليوم تشعر بانه هيدا المنصب
اللي حضرتك بتبوقه هو عبء عليك، ام بتحس لا انه ما زلت يعني تلقى على عاتقك مسؤولية ان تدافع عن بلدك وان تتحمل هذه المسؤولية؟ ما في شك انا اول شيء راح دافع، وسوريا اذا امنت فيها وعينتني قنصل فخري انا باخده بكل عين الاعتبار وبكل الاحترام، وانا خادم لسوريا دائما حتى بهيدي الازمه، لان الرجال كلهم زايلين بينما الدوله راح تبقى. اليوم الدكتور بشار يمكن بعد منه يجي غيره، وكل شيء انا طيب وهم مأمنين فيه، انا من واجبي كوطني انه دافع عن الوطن. وانا من يوم اللي صار من سنه 91 لحد اليوم ما شفت شيء، بالعكس عم اتردد دائما على سوريا. انا وزوجتي اولادي، زوجتي ارجنتينيه، وكل سنه عن سنه عم تروح عم تشوف التقدم اللي عم يصير بسوريا، عم نشوفه بعينينا. هلا بنقول فقر، في فقر بكل العالم، بس العالم ما عايشين ومرتاحين ومبسوطين، وتقدم سنه عن سنه. سنة الماضي كنا مثلا شافت محلات. طيب بدي اطلب انا بس فاصل قصير ونرجع بنكفي بالقسم الثاني ما تبقى من حلقه لقاء الحدود مع السيد مخايل القنصل الفخري لدولة سوريا في ألتو بارانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي مين شافني أنا مع السيد حسن نصر الله؟ نحن نمارس الجاهلية. لحياتنا من كنادي. بالعكس إذا بدك تقارن بهذا ما نطلع نحن معنا. خطير جدا عندما أنا أتنكر من طائفتي. نحن من هام نطرواي مش طالعين. وكثير من العلماء انتفضوا في ناس اللي احنا عنا امها. يعني احنا ما كان عنا مشكلة مع الصبايا والشباب، كان في عنا مشكلة يمكن مع اهله. ان علماء الدين تملك. انا مش مسترجي لانه خايف يصير فيي اللي صار بخايف. انيسي للسنة للشيعة للدروز. الحمد لله مش عم نشكل. احنا نخسر احنا نخسرهاش الا مثل كربلاء. هل تعتقد بان الجمال هم افضل؟ الا يجعل هناك ازمة في التعاطي بين المرأة والرجل؟ وصلت رسالة بينقص من الوعد الديني. مفيش تفاهم، مفيش في ليبيا، مفيش تفاهم. قدافي يكره شعبه. I'm sure the sons is terrible. المشكلة عندنا نحن أننا لم نطور لحد الآن لا خطابا. خطابين، خطاب خاص وخطاب عام. هذا شطبك الفكر وذهبت بعيدا. بدنا تقل هي الموسي آخر الموسم، بس بدي ظل انتظر. يعني هني ما عم يفهموا عليكم صلاح الشيخ. قسم يجب على الرجل أن يمكن نفسه لها. بصراحة مطلقة لم نشهد. بدنا نحن ننتج من أولادنا يا أستاذ علي. يعني ممكن يكون في البعض من الرجال بعد عندهم هاي العقلية الرجعية أو متخلفة. أنتم ما تعرفوش القدافي. ولكن أنتم المسؤولين يا أستاذ. من أعطاه هذا الحق أساسا؟ لازم ننسى نحن مين كنا. التهديد من تحت البيت. هون الرجل لازم ينفتح على المجتمع لحواليه. شر البلاد مكان لا صديق به. يعني كان السفر قبل تتكتف بهالطريقة هاي وبتقول تفضل تعال. الكلام قلته ببورسعيد. ما أنا من الذين يصرون أننا نحن برازيليون. صح. عن أي قوة عربية ونفوذ عربي تتحدثون إذا ما استطعتوا تحطوا صورة مرأة حجر؟ ويا ليالي السعد حوفين يرجوع الوطن لو كان بالتابوت. كيف يمكن أن نغامر بهذه الجالية وأضعها في سنة الكلية؟ ما بعرف مين عصده. عينات مختلفة وطوائف متعددة، وأكون في ذلك عاملا إيجابيا جامعا. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من جديد في القسم الثاني في هذا اللقاء الخاص مع القنصل الفخري لدولة سوريا في ألتو بارانا السيد خايل مسكين. كنا قبل الفاصل عم نتحدث عن حضرتك، عن الضغط اللي تعرضت له حضرتك طبيعي بما تمثل من مواقف ممانعة في المنطقة. بيقولوا أنه الطلبات من سوريا هي فك الارتباط مع إيران ووقف دعم المقاومة اللبنانية التي تدافع عن الشعب اللبناني. تتصور سيد مخايل ممكن يوصل فترة أنه تستجيب القيادة السورية لمثل هيدي الطلبات حتى تنتهي من هيدي الأزمة؟ ما بعتقد أبدا ولا موجودي انه سوريا تركع على طلبيات مثل هاي. شو الاسباب؟ منين جاي هيدي الثقه؟ هدول يعني اخواننا وهدول جيراننا اللي معنا علاقات، اللي بينه وبينهم في اخذ وعطاء، اللي
حطينه نبينا على كل على 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 الحالات السيئة وعلى الحياة الضيقة وعلى الفرح وعلى الحزن وعلى الكل. كيف بدأت تتنازل عنهم؟ وبعدين بدأت تتنازل لمين؟ للمشروع الغربي. لو في حل سلمي مزبوط للمنطقة كلها أنا متأكد بيقعدوا بيتناقشوا معه، وسوريا متأكد إنه تقعد وتفتح باب الجديد من الحد من للسلام. بس بهالطريقة اللي عم يطلبوها ما بتقبل سوريا ولا بأي طريقة. حضرتك قلت إنه سنة الماضية كنتوا مع الدكتور بشار الأسد، تحدث معكم بهذا الموضوع إنه في ضغوط فيما يختص بهذا الأمر بفك الارتباط ووقف إذا بدك تسهيل أمور المقاومة أو دعم المقاومة، حكى معكم بهذا الموضوع؟ في تلميحات مزبوط، لأن ضغط كتير مثل ما قلت لك، الحصار المحطوط على سوريا صعب كتير، صعب كل الطلبيات منهم. طبعا في أمور سياسية السيد الرئيس ما بيحكي لنا إياها، أكيد يعني مو الرئيس مو معمين، نحن قناصل فقرية وموجودين كل واحد بدولة. هلق أمور سياسية بناقشها مع وزراء ومع كذا، نحن بعدين النتيجة بيوصلوا لنا إياها ونسمع. بس يعني بيّن أنه علينا ضغوط كتير من برا، بدهم يحاولوا أنه نطبق كل شيء اللي بدنا إياه، ونحن شعب حر. طيب وبعدين ما حد حطنا ولا حد عطانا ولا حد دعمنا، ليش لنسمع منه؟ نحن منطبق بدولتنا اللي بدنا إياه، نحن إنتاجنا وأعمالنا والكل، ونحن منمشي مع جيراننا اللي بدنا إياهم، اللي بيمشوا معنا وبيساعدونا ومتساعد مع بعضنا تجاريا واقتصاديا وروحيا ومن كل المناطق نحن معهم، بينما الجيران اللي عم يشتغلوا ضدنا وما بيقربوا علينا نحن ما أنا معهم. طيب حضرتك تلتقي بالجالية السورية الموجودة هون بالمنطقة؟ طيب تعرف الجالية السورية قليلة هم، يعني كلهم شباب جدد أول طلعتهم، تعرف شبابنا كل من بدهم مستقبله التجاري، لذلك يعني اللقاءات قليلة كتير. ومع الأسف الشديد دائما بدور على القنصل وقت اللي بحاجة لشيء أوراق أو مصدقات أنه أو منتهي جواز سفره وجاي مستعجل مشان حل له مشاكله. طبعا أنا بشكر سوريا ودولة سوريا اللي أمنت فيها وعرضتنا صلاحية مثلا لقوم بتسهيل كل الأوراق اللي بتمكن أعمله أنا عندي حسب الصلاحيات بالقنصلية بعمله، وألا بحوله على السفارة السورية الموجودة ببوينس آيرس اللي تابع لها بيتمموا ليها وبيبعتوا ليها. هاي يعني الوجهة ما النظر. طلب منكم اليوم من خلال سفارة بيونس آيرس بعملية إذا بدك توضيح الأزمة للدول اللي حضرتكم بتمثلوا سوريا فيها؟ والله هذا الموضوع لم ما حدا حكى معكم فيه. لا من الناحية ما صراحة بتعرف يعني هي. نعم بده الواحد بطريقة بحذر، لأن فعلا عم يصير عندنا هونيك والأخبار اللي عم تطلع إذا بدنا نحكي ونمثل ونحكي كل شيء اللي بيصير هونيك صعب، لأن ما عم نشوف. والأخبار بتفكر تروح على سوريا قريبا؟ أنا بفكر سنة الماضي رحت خطرتين، السنة هاي مع الأسف عندنا موسم عمار وعنده شوية شغل ما أنا فاضي. راح ولق 12 شاب منهم كلهم رفاقة لبنانية، كنا عاملين رحلة مع بعضنا نروح على لبنان وسوريا، بس مع الأسف أنا أمور التجارية ما سمحت لي، حتى في خمسة منهم من أصل برازيلية عطيتهم فيز بدهم ينزلوا على سوريا. يعني بتلاحظ لحد أين أنه مو مثل العالم بيحكي، لأن برازيلي ورايح لهونيك وعم بيسمع كل شيء اللي عم بيصير ما بيروح على سوريا. صحيح. ومع كل ذلك طلبوا وعطيتهم فيز، قال نحن بدنا نروح لأن مرتاحين تماما، بدنا نروح على سوريا من لبنان، رح ننزل على الشام على القليل نتعرف على الشام، بدنا نطلعوا على مناطق مشتل حلو، عندنا جميل صليبة صاحبنا كان هون عنده أوتيل، حابين نروح يقضوا عنده يومين مشتل حلو. يعني بيبين أنه في هدوء. سعادة القنصل يعني حضرتك عايش بالباراغواي، أكيد عندك لقاءات مع كتير من السياسيين الباراغواي، أنت بتشوف أنه دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية عندهم موقف إذا بدك متمايز عن المواقف الغربية، حذرين جدا بتأييد الثورات العربية، وكان لهم موقف بموضوع ليبيا، كان لهم موقف بموضوع مصر، والآن عندهم موقف بموضوع سوريا، بيرفضوا التدخل الخارجي وعم بيقوموا بمبادرات. شو حضرتك يعني كيف تقرأ هيدا الموقف اللاتيني
اللي كان دائما هو يعني بيلحق المواقف الأمريكية، اليوم لا صار عنده استقلالية بهذا الموضوع. إذا بتلاحظ بالسنين الأخيرة صار تغييرات كتير بأمريكا الجنوبية، الاتجاه غير كتير. نعم. عن اتجاه الأمريكا وشعب أمريكا الجنوبية إذا بتشوف في كتير أشياء تتقارب مع الدول العربية. عندنا هنيك البترول اللي حقينا على البترول، وأمريكا الجنوبية عندها المي والأكل والشرب وكل شيء موجود ومتوفر. لذلك بسنين الأخيرة وهلق بعد اللي صارت الإنترنت وساعات مثلا تصور أنه عندنا هون بالبلد عندك يمكن شي 20 محطات تلفزيون عربي، وفي منهم بيحكوا بالإنجليزي وبالفرنساوي وبالإسبانيولي. إذا على سوريا عم تبس خطرتين ثلاثة بالنهار بالإسبانيولي، هذا مهم كتير. في كتير شعب لاتيني بهم أمورنا وعرفانين أنهم يتعرض علينا وما موافقين معهم ولا موافقين أنه تدخل الأجنبي بالشرق الأوسط، لأن في كتير أشياء عم تتقارب وتتشابه. وأنا بعتقد لو بيدشروا شعوب أمريكا الجنوبية وشعوب الشرق الأوسط تتقارب لبعضها أكثر. بس مع الأسف الشديد من أول مؤتمر اللي صار بالبرازيل 2005 وكان حضور كتير، كانت المحاربة للقاء قوية كتير خصوصا من أمريكا، انه ما بدهم انه الشعبين يتقاربوا على بعضهم. حضرتك قبل ما نبلش المقابله على الهواء لفتت كنت لموضوع الصويا وموضوع التصدير والعلاقات المباشره بين الدول. ليه هيدا الفيتو من الخارج على اقامه علاقات اقتصاديه مباشره بين سوريا والباراغواي او سوريا والبرازيل وغيره؟ في هيدا الموضوع في مثلا مثل ما بيقولوا في المونوبوليو موجود بالعالم في بعض، يعني مثل الصويا مثلا تعرف المنطقة بتنتج كتير، بس لين بيبعك الانتاج شركتين ثلاثة أمريكيات هون اللي بتسوقوا كل المحصول بيحطوا السعر اللي بدهم اياه. حاولت حضرتك تقيم علاقات اقتصادية مباشرة مع سوريا؟ حاولنا، جوني تجار سوريين كانوا في منهم ساكنين بالمنطقة شافوا انه عم يستعمل كتير وبيعرفوا المنطقة فيها كتير، زارونا حاولنا كتير. مع الأسف الشديد عن طريق الجمعيات التعاونية للمزارعين صعب كتير، كلهم نصحونا انه نشتري من الشركات الامريكية، والشركات الامريكية اللي رحنا زرناهم قالوا من هم ما فينا نبيعكم، بكن تشتروا من مكتب من المكتب تبعنا الموجود بسويسرا. بسويسرا. نحن كنا حابين كتير انه ينفتح المجال انه امريكا الجنوبية تبيعنا دغري، نشيل مثل ما بيقولوا عنا السمسار اللي بالنص اللي عم ياخد السمسرة تبعه ليغلل سعر المنتوجات بدون ما ينتجه هو. صحيح. بس بعتقد انه اذا نتفق امريكا الجنوبية والشرق الاوسط بشهر هو كان من المقرر المؤتمر كان من المقرر يكون بفبراير المنصور اللي صار بفوز دواسو. نعم. كان مهم كتير، حضر كتير وزراء من الوطن العربي. نعم. كان التبادل حضرت وزيرة الاقتصاد السورية بتذكر أنا بوجه لها تحية، عملنا مع لقاء كنا ببدايات البث التجريبي دكتورة لاميا، وراحت كتير مبسوطة حتى وقعت عدة معاهدات وحبت ترجع من جديد بما أنه كانت رئاسة الميركوسور بالباراغواي. بس مع الأسف الشديد ما صار تجاوب من المكاتب المختصة بهالناحية من الباراغواي، واللي سوريا اتصلت فيه عدة قطرات والسفير من بونوس ايرس ومن برازيليا كمان حابين انه يجد، مع انه كل الاحوال اللي عايشتها سوريا وبالصعوبة، ومع كل ذلك يعني ما سكروا او نسيوا القضية، بالعكس كانوا حابين يبعثوا وفد يجي يحضر المؤتمر اللي صار بالباراغواي. ما صار تجاوب من جهات المختصة بالباراغواي، بس بعتقد مؤتمر تاني بيصير عندهم اجتهاد كتير انه يفتحوا علاقات دغري مع الميركوسور. نعم. طبعا يعني نحن من خلال متابعتنا لهذا الموضوع نعرف أن كان هناك مشروع قد أظهره إلى العلن الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بإقامة شراكة عربية لاتينية. هناك عوائق كثيرة طاولت هذا المشروع، ولكن يعني نتمنى أن يتحقق هذا الموضوع بالسياسات الجديدة لأمريكا الجنوبية لرعاية المصالح المشتركة بين الدولتين. أستاذ مخايل، في موضوع دائما اللي هو بشكل لب الصراع إذا بدك، دائما عندما نقرأ
عن موضوع الصراع في الشرق الأوسط لبعض الكتاب الأمريكيين المحايدين أو الموضوعيين، نرى أنهم دائما بيحكوا عن موضوع التقسيم الطائفي والقبلي، يعني الغرب دائما يتسلح بهذا السلاح، يأتي إلى شعوب المنطقة بيقسمها طائفيا وعرقيا، وبالتالي ينفذ إلى هذه المنطقة من خلال هذا الموضوع. شاهدنا هذا الموضوع في لبنان، اليوم الواقع اللبناني منقسم على نفسه طائفيا. شاهدنا هذا الموضوع في مصر في مشكلة الأقباط، وشاهدنا هذا الموضوع اليوم في ليبيا، قبائل متعددة، وهناك يعني انذارات كثيرة بأن قد تواجه ليبيا حرب أهلية خلال هذا الموضوع. ماذا عن سوريا بهذا الموضوع؟ يعني سوريا نحن نعرف أنه فيها تشكيلات طائفية متعددة، فيها أكراد، فيها علويين، فيها سنة، فيها مسيحيين، والكل يعترف بأن النظام السوري الحالي كان دائما يعني عامل صمام أمان لعدم إذا بدك مواجهة مثل هذه الأزمة. بتشوف أنه اليوم في خطر على هذا النسيج الوطني الموحد داخل سوريا؟ أنا لا مطمئن كتير، وخصوصا عنا بسوريا. أنا روم أرثوذكس، بلدنا عايش بمنطقة كلهم ضياء إسلامية، وإذا موجود هالشيء كان لازم يكون موجود من قبل، وقت اللي كان في مثلا جهل أكتر، كان في صعوبة أكتر، ومع كل ذلك عايشين مع بعضنا بكل أمان واطمئنان. اليوم ما بتخاف أنهم يسربوا هاي المواضيع؟ عم يحاولوا يسربوا، بس عنا شعب واعي. وإذا بتلاحظ مثلا مصر حبوا يعملوها، ومع كل ذلك الشعب كان واعي لها. بالعراق حبوا، بالمبتدأ حتى في بعض الفئات سمعت لهم، بعدين شافوا العدو عدو الكل. نحن بالنسبة لهم العرب كلنا أعداء لهم، ما بيفرقوا بين المسيحي درزي ولا علوي ولا كردي. بالنسبة إلي أنا بيواجهونا كلنا كعرب. نعم. بس لذلك أنا متأكد، وخصوصا عندنا بسوريا طوائف، لأن عايشين مع بعضنا أخي صرنا سنين، مو من شهر أو شهرين اخترعونا، ما خلقنا هنيك وعايشين معهم ومتعايشين، ما دبحنا بعضنا. لو هيك من زمان كلنا أكلنا بعضنا هنيك. ولذلك الموضوع الطائفي بالعراق يعني اشتعل وقت اللي كان بوجود الأمريكي والمسيحي بالتحديد، خسر وجوده وعاش الاضطهاد في وقت وجود الجيش الأمريكي في هذه المنطقة. هيدا دليل على أنه النظرية اللي عم تفضل فيها حضرتك صحيحة، بأنه دائما ينظرون إلى المواطن كعربي ولا ينظرون إلى دينه وطائفته. نحن الدكتور بشار وعانا منها، قال عم يحاولوا يعملوا حرب طائفية وبين القبائل. يا أخوان هذا بتمناكم تكونوا واعين، خطر كتير. يعني عنا قبائل كتير، والقبائل شعب، يعني في أخوة بنفس القبيلة كل واحد من مذهب. نعم. عم يحاولوا انه يدبوا هالمشاكل، في حصانة اجتماعية بسوريا، ونحن عم نحاول، وهي اللي بطلب منكم انتوا ساعدونا. ما منحسن نسمح انه يصير مشاكل طائفية، لان نحن ما عنا طائفية. بدهم يخلقوها حتى لينهونا، وحتى هون يقسمونا ويتملكوا ويفوتوا بقوة أكتر. بس تأكدوا أكيد ما رح يلاقوا التجاوب معه. حضرتك بتتابع قناة الجزيرة؟ تابع طبعاً، بسمع. شو حصل قناة الجزيرة بتحول أو قطر من حليف استراتيجي لقوى الممانعة، وإذا فجأة الجزيرة يعني تدك مدافعها باتجاه سوريا ويصبح الخبر الأول؟ يعني ما بعرف كيف فعلاً جماعة قطر، خصوصاً أنه من قبل الحوادث اللي اخترعوها بكل الشرق الأوسط، كانت قطر تحترم سوريا. شو اللي حصل؟ وتحترم سوريا ودولة سوريا. تحترم سوريا ما بعتقد لأنها كانت خايفة من دكتور بشار الأسد أنه يعمل هجوم يستحل قطر، بالعكس، لأن شافوه أنه زلمة سياسي وقادر و عم يعمل مستقبل للأمة العربية. طيب حضرتك كمواطن سوري قبل ما تكون قنصل سوري، وقت اللي بتسمع أمير قطر عم بيقول إنه الشعب السوري لن يتوقف، بيستفزك هذا الموضوع إنه عم يتكلم الآن باسم الشعب السوري؟ لا، هو ما له صلاحية ليحكي، وبعدين ما بيعرف الشعب السوري مين اللي كان قله إنه إذا مثلا كان يحترمنا. لا، مو خايف منه، هو كقوة وكمادة عنده قوة أكتر منا بكتير، بس نحن عنا عقل وعنا تفكير وعنا سياسيين بيفكروا، وعنا شعب بيعرف يحترم بني آدم وبيعرف يخلي التاني يحترمه ويحط له حدود. لذلك الكلام تبعه معروف، منين
بيعلمون شو لازم يحكوا بيحكوا مو طالع منهم. مع الأسف ما عرفوا يفرقوا. يعني من زمان كم شهر لورا آخر مؤتمر اللي صار ببيروت مين اجى آخر الدكتور بشار من الشام على بيروت على المؤتمر؟ مظبوط ولا لا؟ صحيح. مسألك عيب يحكوا الحكي اللي عم يحكوه. جيراننا اللي كنا ثقة فينا ومتفقين مع بعضنا هلأ بتعفونا لوحدنا بالساحة؟ ما هاد بدي يجيكم الدور مرونا بغير منطقة. مزبوط ولا لا؟ على كل يعني نصيحتي كإعلامي إلى أمير قطر بأنه إذا كان لابد بالدفاع عن الشعوب لتحريرها فعلينا أيضا على أمير قطر أن يعتذر من والده الذي تركه في سويسرا يموت وانقلب عليه وأسوأ الحكام الذين ينقلبون على آبائهم. سلم الله تمك أستاذ الخايل عرفنا كل شيء عن الأمير بقى. كيف بتنزل للثورات العربية؟ يعني طيب سوريا دولة ممانعة نفهم ليه الضغوطات عليها منذ قتل أو عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري واتهمت سوريا وضح بعدين أنه في عملية تركيب زور اليوم أيضا عم بيحاول يركبوها للمقاومة في لبنان يعني مسار سياسي عم يستفيدوا منه ولكن ماذا عن مصر؟ مصر يعني الابن المدلل كان للمشروع الغربي في المنطقة حسني مبارك. يعني إذا بتشوف اللي عم نتابعوا على محطات التلفزيون وخصوصا الجزيرة اللي كانوا عم تبين أشياء كتيرة من اللي كان يقوم فيها حسني مبارك يعني مبين الظلم كان موجود من زمان وبطريقة يعني أكتر من أبعد من اللزوم يعني لذلك الشعب كان في ظلم كتير مصر فيها فقر كتير يعني حضرتك يعني بتقول أنه في ثورة حقيقية حصلت بمصر شعب مصر من زمان عم يطيله شعب مصر بده نفتح الحدود مع غزة بأصعب الأحوال وقت اللي انضربت غزة انه ما كان يسمح لهم يقطعوا لهم دواء اكل وشرب اجت مساعدات من العالم كله ما كان يسمح لهم حسن مبارك يفوتوا ليش ما انهم اخوانك هاو ما عم نبعت على الهند وعلى افغانستان وعلى هايتي اجت مساعدات من الدول العربية على هايتي هاد بشر وشعبنا هونيك مش بشر لذلك مصر فيها كتير نظام يعني تبينت هلق بقصص وافلام ما كنا نعرفها قبل عم تظهر اليوم لكن حضرتك ما بتشوف انه الشرق الاوسط عم بيعيش سيناريو واحد يعني ثورات متنقله حتى وصل الامر الى سوريا يعني هل تعتبر انه عن جد كان في ثوره مصريه في شعب تحأم هناك ايادي خارجيه ركبت هذا الموضوع يعني اليوم الجيش المصري اللي كان هو حاكم اثناء حسني مبارك هو الان نفسه عم يحكم الثوره يعني ما بتشوف انه لا في مسلسل معين ولا لا في تقسيم بهيدي الامثله لا في ثورات في اماكن وفي اماكن اخرى ليس هناك ثورات طبعا صعب انه الثوره المصريه انه الثوار او اللي تعمل اللي ما في بيدهم لا جيش ولا قوه انه يغيروا الدوله بهالمده القليله صعب لان الجيش بده دم ثابت يعني هناك شرق اوسط جديد يعني في الشرق اوسط جديد اللي بدهم اياه هن نعم بس ما عم تتبم معهم الامور مثل ما بدهم بتشوف انه يمكن هيدا في محللين بيقولوا انه المشروع الشرق الاوسط الجديد ماشي بطريقه سريعه وعم ينجحوا فيه حضرتك ما بتوافق انه الراي على هذا الموضوع يعني موجود وعم يضغطوا علينا بكل الجهات بس بعتقد في عنا موجودين شعب اصلي وعم نشوفه بمصر كيف الشعب عم يطالب تسكير السفاره الاسرائيليه بفتح الحدود مع غزه معناتها الشعب عم يتغير كان أوعى يسكت نعم. الشعب عم يوعى أكتر والدول اللي ما رح تعمل إصلاحات رح توصل لمشاكل أكتر مع شعبها أستاذ مخايل إحنا وقتنا مرق بسرعة شديدة حقيقة يعني استمتعنا كتير بهذا اللقاء ولكن عندي ثلاث أسئلة سريعين بدي استغل هذا اللقاء معك حضرتك موجود في هذا البلد منذ فترة طويلة رجل أعمال عندك علاقاتك طبعا أنا سألت قبل البرنامج تقصيت عن مخايل مسكين من كثير من الأصدقاء المشتركين الناس بتحبك أستاذ مخايل شكرا وهيدا رصيد كثير كبير كل الناس قالوا عنك أنك إنسان مختلف وصاحب واجب وتشارك دائما صحيح الناس ممثل سوري بس خدمت العرب كلهم لأن احنا منقول دائما
عربي سوري قبل ما نقول سوري. لذلك علاقاتي مع كل الأخوان العرب من قبل منهم اللي كنت ساكن بعاصمة الباراغواي معاملة جيدة، ودائما بحاول أنه نكون كلنا عرب لأن بالمهجر. كيف بتشوف الواقع العربي الموجود بأمريكا اللاتينية؟ هو صورة مصغرة عن الواقع بالشرق الأوسط، يعني المشاكل والإشكالات والطائفية. تعرف هذا موجود يمكن عنا بالمناطق الموجود فيها هجرة جديدة. بدك تعدل مثلا أسونسيون اللي جيل ثالث ورابع وخامس، يعني صاروا من البلاد مثل بعضها معهم، ناسين كل شيء، ناسين كل شيء، عندهم وطنيتهم. أنا صرت شخصيا أخذ كثير منهم، روح يتعرفوا لجدودهم، قريبين جدودهم توفوا كلهم، ابن عمه ابن خاله. بس عندنا هون بالمنطقة خصوصا في هجرة، واعترف لي فيها الدكتور محسن بلال وزير الإعلام والإجابة، أنه يا أخي هالحشد العربي الموجود هون مو موجود غير منطقة. صحيح. وقت بيكون في شباب وكلهم هجرة جديدة، كل واحد ناقل معه الرأي تبعه والسياسة تبعه، بتعرف عندنا اجتماعات وبيزورونا رجال سياسيين كتير، هاد بيخلي دائما أنه هالشعلة الشمعة دائما ويلعة وعما نتناقش ونتحدث أنه لنوصل لمستقبل. يعني هيدي حالة صحية حضرتك؟ حالة صحية. طيب عندي سؤالين سريعين، عندي بعد دقيقة واحدة. إذا طلبت منك تتمنى أمني اليوم هلأ خايل مسكين شو بيتمنى؟ نتمنى بالدرجة الأولى أنه تتوقف يوقفونا سفك الدماء بالوطن العربي كله، وما بس بالعرب، في مناطق الصومال عندك عم يموتوا من الجوع، هدول ما هم بشر كمان. أنا بتمنى من هيئة الأمم المتحدة ومن العالم والدول المتقدمة لأنه بإمكانهم إذا بدهم بيوم ينهوا كل هالمشاكل. إذا قدر لإلك تحكي مع الرئيس بشار الأسد الآن شو بتقوله بجملة مختصرة؟ بجملة مختصرة، نحن كنا مو مثل ما قلت لك، نحن اللي بهمنا أمان سوريا واتفاق كل الطوائف الموجودة هنا، كل عفوا مو الطوائف، كل الأحزاب السياسية، لأن أنا بعرف هو عم يشتغل فيها، بس مع الأسف الشعب ما عم يقبل شو ما عم يقدم له. لا إسا بدنا. طيب إذا حضرتك بدك توجه رسالة للمعترضين واللي نازلين بالشارع عم بيعملوا هذا الموضوع شو بتقلهم؟ للمعترضين الموجودين هناك أنا بوجه لهم أنهم يطلعوا خارج سوريا ليشوفوا الأمور بغير عالم، يعني نحن مثل المغتربين، وبعدين يرجعوا لهونيك ليقيسوا لحتى يعطوا هالدولة حقوقها وموقفها. طبعا في كل دول العالم في امور خارج عن نطاق الدولة يا اخي. صحيح. والدولة بتحاول، لذلك انا بتمنى ان يطلعوا شوي لبرا، مو بس من هونيك من جوا، ومثل ما بتجيهم الاخبار من برا بدهم يطبقوها. طيب يروحوا يزوروا هالدول اللي عم يعبولهم بدماغهم ليقوموا بالاعمال اللي عم يعملوها بالتخريب ببلدهم. عند الاخر لمين بيرجع الضرر؟ بيرجع لهم هني كمان، بيرجع لشعبهم لوطنهم، ومن برا بيضحكوا علينا. هاي اللي بدنا انه هلا عم يقوموا بدهم يا تناقشوا مع الدولة يطلعوا لبرا، روحوا لعند اللي عم يوزوكم ويبعتوكم، شوفوا حياتكم هنيك. ما شفنا بالجنوب اللي هربوا على إسرائيل شو صار فيهم؟ كل شيء كان إسرائيل تستعملون، كانوا مفكرين حال لطيف، وقت اللي هربوا لهنيك ما عطوهم قيمتهم، مشتوتين مثل الكلاب هنيك. مزبوط اللي هاي بنعرفها، كانوا ضباط وكانوا يا لطيف، وقت اللي انتهت المهمة تبعهم ما عطلعوا فيهم. بدنا هالبشر هاي تطلع بنظرة أبعد وتحترم هالدولة، لأن هذا جهاز موجود ما بينزل ب 24 دقيقة، بده مناقشة وبده محادثة طويلة وعريضة وبدي يروح فيها ضحايا من كل الجهات. لو سألتك اليوم باسم مين بتكره؟ كره ما يعني بكره الاستعمار اللي عم يحاول يرجع يستعمرنا اللي قضينا كل عمرنا تحت الانتداب تبعهم. مين بتحب؟ بحب كل السلام وكل الدول اللي عم تسعى للسلام. استاذ مخايل بدي اشكرك من كل قلبي على صراحتك، على حضورك، على وقتك اللي اعطيتنا اياه. بتصور انه يعني اجبت بكل صراحه وموضوعيه. بدي اشكرك من كل قلبي ضيف عزيز وكريم لبرنامج لقاء الحدود. اعزائي المشاهدين اشكر متابعتكم، و أشكر أيضا طاقم العمل السيدة سونيا إيناز بندرامي وجاكسون أيضا المخرج والسينغرافيست، وأشكركم أيضا على متابعة هذه الحلقة. وبإمكاني إخباركم بأنكم يمكنكم متابعة هذه الحلقة وكل برامج أفرونتيرا والحدود
كل البرامج السياسية والاجتماعية منذ الآن على الريسبشن زاب تي في عبر اليوتيوب. ولذلك كل من لديه ماكينة الزاب تي في بإمكانه أن يدخل إلى الحدود انتريفيستاس وبإمكانه متابعة هذا الموضوع على شاشة التلفزيون. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي مين شافني أنا مع السيد حسن نصر الله؟ نحن نمارس الجاهلية بحياتي من كنادي. بالعكس إذا بدنا نقارن بهذا ما نطلع. خطير جدا عندما أنا أتنكر من طائفتنا. نحن من هام نطرة وقيد مش طالع. وكثير من العلماء انتفضوا في ناس نحن عنا إمها. يعني إحنا ما كان عندنا مشكلة مع الصبايا والشباب، كان في عندنا مشكلة يمكن مع أهله. أن علماء الدين تملك. أنا مش مسترجي لأنه خايف يصير فيي اللي صار بخيي. أنيسي للسنة للشيعة للدروز. الحمد لله مش عم نشكي. لا نخسر لا نخسرهاش إلا مثل كربلاء. هل تعتقد بأن الجمال هم أفضل؟ ألا يجعل هناك أزمة في التعاطي بين المرأة والرجل؟ وصلت رسالة بينقص من الوعد الديني. مش تفاهم، ما فيش في ليبيا ما فيش تفاهم. قدافي يكره شعبه. أرجو من الشانس استرياله. المشكلة عندنا نحن أننا لم نطور لحد الآن لا خطابا. خطابين، خطاب خاص وخطاب عام. هذا شطة بك الفكر وذهبت بعيدا. بدنا تنهي الموسي آخر موسي، بس بدنا ننتظر. يعني هني ما عم يفهموا عليكم صلاح الشيخ. حسن، يجب على الرجل أن يمكن نفسه لها. بصراحة مطلقة لم نشأ. بدنا نحن ننتج من أولادنا يا أستاذ علي. يعني ممكن يكون في بعض من الرجال بعد عندهم هاي العقلية الرجعية أو متخلفة. أنتم ما تعرفوش القدافي. ولكن أنتم المسؤولين يا أستاذ. من أعطاه هذا الحق أساسا؟ لازم ننسى نحن مين كنا. التهديد من تحت البيت. هون الرجل لازم ينفتح عن المجتمع لحواليه. شر البلاد مكان لا صديق به. يعني كان السفر قبل تتكتف بهالطريقة هاي وبتقول تفضل تعال. الكلام قلته ببورسعيد. ما أنا من الذين يصرون أننا نحن برازيليون. صح. عن أي قوة عربية ونفوذ عربي تتحدثون إذا ما استطعتوا تحطوا صورة مرم حجم. يا ليالي السعد حوفين يرجوع الوطن لو كان بالتابوت. كيف يمكن أن أغامر بهذه الجالية وأضعها في فم التلبية؟ ما بعرف مين أنا أقصده. عينات مختلفة وطوائف متعددة وأكون في ذلك عاملا إيجابيا جامعا.